وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أهل المزاين. في هذا اليوم ما شاء الله الأجواء عليلة وأهل المزاين الحقيقة. احنا في المغاتير، في اللون المغاتير للون الناري، والحقيقة كثر المشاركين في هذا اللون. نحن الآن أعزائي المشاهدين أمام مقر أبناء فالح ابن دبلان الجش أمطيري، راح ندخل معاهم في داخل المخيم هم وضيوفهم، وراح ناخذ اخبارهم واخبار المزاين واخبار العروض امام اللجنه. كونوا معنا. معنا اعزائي المشاهدين مطلق بن فالح بن دبلان الجش أمطيري نيابه عن اخوانه. ابو سامي مساك الله بالخير. يا مساء النور السرور، يا هلا والله ومرحبا. الله يبارك فيك. بدايه ابو سامي الحقيقه نشكركم على مشاركتكم في هالجائزه اللي تحمل اسم غالي على قلوبنا جميعا، اسم موحد هذا الكيان وهذه البلاد. الله يبارك فيكم، وشي هذا واجب على الجميع، المشاركه في الجائزه جائزه غاليه. نعم. لانها باسم موحد هذا الكيان. نعم. الله يطول عمرك. نعم. ابو سامي وش انت مشاركين فيه؟ مشاركين في الفردي؟ انا مشاركين في قعود اوضع فردي. ما شاء الله. الله الله. اي صاحب ابل له استراتيجيه معينه وله طريقه معينه في تجهيز ابله. كيف كان تجهيزك للقعود؟ والله التجهيز تقوم شبك القعود وتحاول طال عمرك انك تكرمه. نعم. وتضمره وتمشيه وتعوده على الرحول، هذا الحاجات اللي نقدمها احنا. نعم. نعم. ابو سامي المغاتير اللون المحبب للجماهير واللون اللي على قولتهم الناري، شلون المنافسه فيها الالوان اللي راحت؟ الفئات اللي راحت. والله المغاتير مميزه ومنافستها قويه وكلها لها مهتمين فيها. نعم. الكل منهم يحاول انه طال عمرك يطلع بالمنظر اللايق. اي نعم. القعود وش قلت لي باي فئه مشارك فيه؟ في الجدعان. في الجدعان. قعود جدعان. كم عدد المشاركين معكم بالجدول؟ والله انا سمعت 56 ولكن ماني متاكد عاد. من اللي تخلف ومن اللي تقدم ومن اللي ما نعرف العدد الا بعد ما يؤكد المشاركه. ابو سامي اكيد حضرت العروض الليبل ومسيرات المسيرات مع اهل المغاتير، كيف كان عرضهم امام اللجنه من منصات المتفرجين؟ والله العروض مرتبه واللجنه مرتبه وشغل مميز حقيقه. المهرجان هذا ترتيبه كله مميز. وإن شاء الله أن ثقتنا في اللجنة هو كل شيء في إعطاء الحق بين أهل الإبل. نعم. ومرتبة ترتيب، هذا الترتيب المطلوب عند أهل الإبل. نعم. أبو سامي إحنا ممكن قابلنا من المنظمين وقابلنا، والحقيقة أنهم يهدون جماهيرهم وجماهير الإبل تحياتهم ويشكرونهم على انضباطيتهم في المسيرات والتزامهم في الشروط المحددة للمسيرات، ما يضايقون البل ولا يضايقون البوابة ويضايقون هذا، والحقيقة أنهم يشكرون. مش تقول للجماهير كلمة شكر على انضباطيتهم، أثبتوا أنهم فعلا جمهور واعي ومنضبط. أنا أشكر الجمهور على ما لاحظت في المسيرات اللي مضت. نعم. انضباطه واجتماعه لما تقول اللجنه الموجوده مع الابل ورجال الامن الموجودين. نعم. ورجال الامن الموجودين طال عمرك. نعم. يكونون تشجيعهم في الحد المسموح به. صحيح. سمعت ولا يضايقون الابل ولا يحرجون رعيها صاحبها. نعم. لان اذا احرجوها وتخطوا الحاجات الممنوعه سمعت. نعم. اثروا على صاحب الابل. صحيح. وضيعوا طال عمرك بمشاركته، حتى لو بضيع المشاركه ف نعم يوقف عشان الشيء هذا. لكن انا اشكرهم، والترتيب مزبوط والمسيره حلوه، واليوم نجت الموقف المحدد للجمهور، سمعوا نداء الامن وكل طلع من عنده وجنب على ما يبقى الا اهل الابل يمشون لين يجون البوابه. نعم صحيح. ويدخلونها طال عمرك بشغل مرتب وشغل امني وشغل يشكرون عليه كله. نعم. لا الجمهور ولا المشاركين مع الابل اللي هم اللجنه والامن فرق الامن. نعم. والحقيقه ان انضباط الجمهور انه يدل على محبتهم لصاحب المسيرة، صاحب الإبل، صاحب المشاركة.
اذا صار في الجمهور عشوائيه وعدم انضباط وعدم اكيد بيحرمون حتى اللي هم جايين يشجعونه من المشاركه. القوانين صارمه وواضحه، لكن الحقيقه انهم اثبتوا انضباطيتهم جمهور مهرجان جائزه الملك عبد العزيز لمزاين الابل هذا العام. نعم صحيح. واذا كنت تحب صاحب الابل تحل بالانضباط. صحيح. سمعت لانك طال عمرك ان دعمتك كمسيره ادعمك كمحبه وكطال عمرك تحلي بالاخلاق والادب والنظام. سمعت؟ هذه كلها تصب في محبه راعي الابل، اذا كنت تقدره تمش بالخطوات المفروضه لك. المهرجان هذا خادم شريحه كبيره من المجتمع السعودي. نعم. في جميع الفئات وفي جميع المصالح هذا مهرجان يخدم شريحه كبيره. صحيح. ونقول مشكور اللي طال عمرك أقامه واللي اقترحه واللي طال عمرك، وهي جائزة غالية على الجميع، هي جائزة الموحد عبد العزيز الله طيب الله ثراه. أبو سامي ولاة أمرنا وضعوا هذا المهرجان وهذا الكرنفال وهذا الحقيقة الجهد الجبار باسم واحد هذه البلاد وموحد هذا الكيان الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، يطلبون دعواتكم له بالغفران والرحمة، الله انه طيب ثراه ان شاء الله، والد الجميع. هذا والد الجميع وموحد هذا الصرح العظيم والكيان العظيم، ونقول عسى الله يرحمه ويطيب ثراه ويسكنه جنات الخلد. نعم. الحمد لله عشنا هم كابدوا طال عمرك الاتعاب اللي حصلت والتوحيد، وحنا عشنا في نعيم من بعدهم، حنا اللي حصدنا الثمرات. الله يخلي ولاة عمرنا. ابو سامي في شيء حاب تضيفه؟ اشكر قناة المرقاب على استضافتنا وعلى توضيح ما في اصدورنا بهذا الخصوص، واشكرك انت شخصيا. الله يطول عمرك. واشكر المقايم على هذا البرنامج. وتحياتي. الله يطول. الله يعطيك العافيه. انا خنوره دق للحرب الطبل. يا مرحبا، حياك الله يا عم. حياك الله. تعرف فيك سعود بن محمد بن سافر أنطيري. ونعم. الجش الجش أنطيري. ونعم حالك. ونعم الساحل. نعم حالك. اخوي سعود، كم لك يوم انت مشارك هنا في المهرجان ولا جاي؟ انا مشارك ابن عمي. نعم نعم مشارك في الجلسه وفي كل حاجه. على ما قال وهو اللي قايم بلبل. الله ابو محمد. كيف رايت التنظيمات في مهرجان جائزه الملك عبد العزيز، التنظيمات عموما من ناحيه عروض الابل ومن ناحيه القريه؟ المهم نعم. المهم طال عمرك ان التنظيم حديث وممتاز. نعم. وممتاز. المدينه التي انشات داخل الصحراء انشات خلال 42 يوم ما كملت حتى شهرين. ما شاء الله. نعم. اقول ما شاء الله، والله يزيدهم بجهدهم ويوفقهم، هذا جهد جبار، ولي وامر بالمحل هنا. نعم. ما قصر. الموقع ترى انه مناسب للمهرجانات ولاهل البلد؟ ارى انه مناسب 100%، قريب من كل محل. نعم. قريب من العاصمه وقريب من القرى وقريب من كل حاجه ويريح. والخدمات جميع الخدمات متوفره في الموقع. الخدمات موجوده من اسواق الى مطاعم الى مقاضي، كلها موجوده كانك في الرياض. نعم. يعطيك العافيه. الله يوفقكم ان شاء الله. يسلمك. الله يوفقكم. والله انكم قايمين بجهد في هالصحراء حق اذاعه المرقاب او محطه المرقاب وافرادها كلهم. والله يعطيك هذا واجبنا يا عم، والمرء لا يشكر على واجب يقوم فيه. لا قمت لا والله قايم بواجب وزياده بعد. اللي الحقيقه يستحقون الشكر هم دائره الملك عبد العزيز، اللي الحقيقه نظمت هذا وجمعتنا وجمعت اهل البل، والبل عاده دايم مجالس اهل البل عامر تنفرجال لشرف الحاضرين معنا. سواك الطيبه اهل البل ما ياخذها ويحافظ عليها ويحبها غير الرجال اللي لهم كلام. نعم. وانتم ان شاء الله انكم تشجعونهم. اي والله نشجعهم. وحنا نشجعهم، حنا يا الشيبان واللي على ما قلت، وش نشجع غير البل؟ صحيح. ما نعرف احنا الحين ما نشجع، طلعنا البل ونشجع البل. بداية خلنا نتعرف عليك. المقدم سلمان بن فالح الجش. ونعم يلا. وأشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين، وأشكر ولي عهده وولي العهد على هالهدية القيمة
للشعب السعودي بوجه عام ولا أهل البل بوجه خاص. صحيح. أنا أعتبرها هدية قيمة، وأشكر رجال الأمن والزملاء المشاركين على اهتمام بالأمن والتنظيم، وأبشرك الناس كلهم خير وكل خاطرة طيب ومستانسين على هالمشاركة، وأهل المدن كلهم أغلب الناس يجي حتى يتفرج في هالمهرجان في هالمكان المرتب، وإن شاء الله أن المجتمع وأهل البلدات يطمحون أنه يرتب أكثر وأكثر، فإن شاء الله المستقبل القريب إن شاء الله، ونتمنى للمشاركين التوفيق أبو سامي وزملائه من هالبل الآخرين. والله يوفق التوفيق، والله يوفق الجميع إن شاء الله. احنا نتمنى لكم التوفيق ومعكم قلبا وقالب، واحنا مشجعين لهالقلبل كلهم وجميع المشاركين احنا مشجعين. الله يوفق الجميع، ونشكركم يا قناة المرقاب على تواجدكم وحضوركم تشريفكم لمحلنا. الله يطول عمرك. يا هلا ويا مرحبا. بيض الله وجهكم ابو سامي على حسن الاستقبال وعلى المشاركة، واحنا مطالبين في برنامج ان ناخذ لنا مخيم او مخيمين، لكن نبي نستاذنكم. نبي نطلع عندنا الله يطول عمرك، الله يسلم، الله يطول بعمرك. متلاحقين احنا وياكم، خليكم ان شاء الله ومشجعين لكم ومعكم في مسيرتكم وفي جميع اموركم. الله يحييكم في كل الوقت. الله يعطيكم العافيه ويحييك، والله يعطيكم العافيه. ننتقل بكم مشاهدينا الكرام الى مخيم اخر، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام الى مخيم مالك الابل بدر بن مهل الدلبحي، احد المشاركين في مهرجان جائزه الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، احد اصحاب المخيمات في هذا الموقع والمشارك في المغاتير، لون المغاتير مشارك في فردي. ما شاء الله اشوف الربع موجودين معه ومساندين له ومشجعين ومنومسينه في هذا المهرجان. ندخل معهم وناخذ اخبارهم وناخذ علومهم وناخذ فرحتهم. اخوي بدر مساك الله بالخير. مساكم الله بالنور، يا مرحبا. هلا ومرحبا. يا مرحبا، حياك الله. اخوي بدر، بدايه نقول لك بيض الله وجهكم على مشاركتكم في هالمهرجان اللي يحمل اسم غالي على قلوبنا جميعا، مهرجان جائزه الملك عبد العزيز المزينه الابل، وعلى جمعك كل هالحوات الغانمه والحوات الطيبه ومسانده ربعك لك، هذا دليلا على محبك وغلاك عندهم. وجهك ابيض، والله يحييهم ربعي ويحييك ويحيي قناه المرقاب، والله يجزى اللي يفتحوا لنا المجال في المشاركه هذه ثاني مره بالخير، ويجزى الداره ويجزى طويل العمر الملك سلمان على اعاده مهرجان جائزه الملك عبد العزيز ثاني مره. نعم. باسلوب جديد وحضاري وشيء يستاهلونه ملاك البل، والبل تستاهله. نعم. اخوي بدر، بعد انقطاع مزاين الابل فتره سنتين انخفضت اسعار البل، بعد اعلان المزايا الرسمي قالوا انها ارتفعت البل ورجعت لمستواها الطبيعي، صحيح الكلام ده؟ صحيح. قبل في فتره التوقيف اللي سنه ونص هذه انزلت اسعار البل، حتى الفرديات صارت باسعارها تاخذها باقل من الاسعار هذه. صحيح. ولما اعلن بس مزاين البل انا اتوقع ان الاسعار دبلت. نعم. اسعار البل تدبلت، ومن اليوم رايح اسعار البل في طلوع. نعم. الشيء الطيب بياخذ حقه زود. صحيح. اخوي بدر، انت مشارك فردي صح؟ انا مشارك فردي حقه. نعم. واضحه. وش اسمها؟ اسمها الراهيه، وهي راهيتين على اسمها ما شاء الله، وان شاء الله انفالها باذن الله، انفالها طيب وانفالها ان شاء الله انها مرشحت الاول باذن الله. الله يطرح فيها البركه ان شاء الله. اخوي بدر، لون المغاتير والوضح اللون الناري، كثره المشاركين فيه وكثره حب الجمهور الملاك الناقه المغتر ومساندتهم صاحب المنقية المغاتير، دائما لحظة الجماهير، ولي الأسبوع هذا أسبوع المغاتير اللون الناري على قولتهم. والله لون المغاتير هو اللون الملكي عندي أنا. نعم. وأتوقع أن ما عاد فوقها شيء، اللون الأبيض هذا اللون المغاتير ما عاد فوق شيء نهائيا. نعم. وكل الألوان لها مشجعين ولها جمهورها. نعم. حتى السنة هذه ما شاء الله مشجعين، حتى المجاهيم تغيرون، المجاهيم ورجعوا لها الناس وشجعوها. واتوقع ان شاء الله الوضع لونها طيب ومساندة الناس لها وجمهورها قوي، هو اقوى لون واقوى جمهور، انا اتوقع انها اقوى جمهور، ما اتوقع هذا الاكيد. هذا الأكيد. طيب اخوي بدر، كل صاحب ابل له استراتيجية معينة في تجهيز ابله، تجهيز فرديته للمزاين، كيف استراتيجية اخوي بدر؟
والله احنا ما عندنا استراتيجيه نهائيا، يعني احنا مجهزه رب العالمين، ما فيها تجهيز، مجهزه رب العالمين. البكره ان شاء الله نادره، وبكره فرديه، وتستاهل تدخل فردي، وان شاء الله تبغى تشوفونها بكره باذن الله. اخوي بدر، البكره من انتاج الحلاله كلها مشترى؟ لا والله، البكره هديه من عيال عمي لي. تستاهل البكره هديه من عيال عمي لي، هم شارينها وهديت لي. نعم هديني اياها قبل سنتين، وانا دفع فيها مبالغ ولا بعتها بسبب الهديه. والحمد لله الخير واجد، وان شاء الله ان الهديه هذه تبت نومزنا، هي فالها طيب وجاءت من طيبين، وان شاء الله انفالها طيب. الجماهير الحقيقه احنا قابلنا عدد من اللجان والمنظمين، والحقيقه انهم يشكرون جمهور المسيرات خصوصا، وجمهور المهرجان بشكل عام، لكن يشكرون جمهور المسيرات على انضباطيتهم واثباتهم انهم اهلا للانضباط واهلا للنظام. الحقيقه ان المسيرات السابقه يشكرون الجمهور، تعاونهم مع رجال الامن، تعاونهم مع اللجنه المنظمه، وتعاونهم مع صاحب المنقيه. يعني صاحب المنقيه ما جاء صاحب المنقيه وصاحب المسيره الا محبه له. عندما تجبل على البوابه يقفون، واعلنوا الحقيقه انهم اثبتوا في الحقيقه ان جمهور الابل جمهور انضباطي وجمهور متقيد في النظام. والله انا حضرت عرض الوضع لي اسبوع كامل انا هنا، وحضرت عرضه. نعم. ما شفت فيها اي ملاحظه. نعم. صراحه ما شفت فيها حتى الاعلام وحتى الملصقات، ما شفت نهائيا شيء مخالف. طبعا متقيدين بالنظام، احنا نقول الله يجزى اداره المهرجان بالخير، حتى يعني التنسيق جوا والتنظيم جوا. نعم. يعني عشان اتوقع انه شيء عالمي وشيء يستاهلونه الالبل، تستاهل الالبل. نعم. اخوي بدر، اكيد شاهدت عروض الالوان السابقه ولون المغاتير الخمسين والتلاد امام اللجنه، كيف كان العرض؟ والله الوضح يعني شوط يعني لون ناري حتى في العرض، يعني حتى الخمسين امس عرضوهم يمكن اول مره يعرضون، ثلاث مرات واربع مرات. نعم. فاول مره، و الله يعين لجنه التحكيم على 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 لون الوضح بالذات. صح، الله يعينهم على لون الوضح. نعم. وان شاء الله انفال اهل الوضح طيبين، وفال الوان ثانيه طيبين باذن الله. كيف رايت التنظيمات في القريه وفي دمج الموروث الشعبي والمهرجان في الفعاليات المقامة داخل المسارح وخيمة التعاليل ومركز الترفيه؟ المهرجان أول كان المهرجان لأهل الإبل فقط، الآن لجميع طبقات المجتمع، لجميع مرتدي المهرجان، كبير صغير، من أهل الإبل، من مشجعينها، من والله أنا أتوقع أنها السنة هذه اللي سووها الله يجزاهم خير ما قصروا فيه، وأتوقع أن السنة الجاية بتصير أفضل وأفضل. نعم. وهم والله ما قصروا في شيء، إلا كل علومهم غانمة وكل ترتيبهم طيب، وفي ثلاثة شهور أنجزوا شيء. انا اتوقع انه يعني غير منطقي ان تنجز الامور هذه كلها في ثلاثة شهور، في اقل من شهرين. 42 يوم 42 يوم اشتغلوا يعني 24 ساعه حتى يوم الجمعه، الشركات والداره والمنظمين، وانجزوا شيء. والمفروض انه صراحه ما في اي انتقاد لهم، لانه اصلا سووا شيء مستحيل. يعني مستحيل. نعم صحيح. والحمد لله والله يوفق. وما اتوقع السنه الجايه انها بتصير افضل من السنه هذه. نعم. او بتكون تطويرها افضل من السنه هذه. نعم والله يوفقهم ان شاء الله وما قصروا، بيض الله وجيههم على كل شيء. وجهك ابيض. معنا ايضا مشاهدينا الكرام اخونا الاعلامي سلطان العطاوي. اخوي سلطان مساك الله بالخير. مرحبا طال عمرك. تفضل معك. يا هلا والله. اخوي سلطان ما شاء الله عليك بتواجدك في هالمهرجان الغالي على قلوبنا جميعا، والله يحييك وبيض الله وجهك على حضورك. واجب علينا حضور مثل هالمهرجانات. اولا في البدايه بشكر اخوي بدر. نعم. مهل على ضيافته، وهذه من نجاحات المهرجان وميزات المهرجان، هي جمع الأصدقاء والأقارب، وكل منه يعني فقدناه نلتقي إن شاء الله في هالمهرجان. صحيح. وفي سؤالك عن المهرجان، واجب علي كإعلامي أو كمواطن سعودي أني أفخر مثل هالإنجاز. صحيح. كرنفال مو يعني صح أن جائزة الملك عبد العزيز للإبل، جائزة الملك عبد العزيز للأدب، جائزة الملك عبد العزيز للفنون، كلها تحت هالمهرجان هذا. صحيح. فشفنا من أضخم المهرجانات، سواء يعني في الأدب يعني جوائز قيمة جدا، في الإبل جوائز قيمة،
جينا وشفنا وشاركنا تطور لحظة بلحظة. يعني أنا جيت المهرجان في أول أيامه وجيت في الوسط وجيت اليوم يمكن بعد يمكن أسبوعين شفت شيء كل يوم يتغير. يعني زي خيمة الترفيه أشوف يعني عليها إقبال، زي ما قلت خدم شرائح المجتمع من طفل مرأة كبير سن شباب، كل واحد وميوله وهدفه يحصل اللي يبي في هالمهرجان. نعم أخوي سلطان، في الحقيقة في المهرجانات مهرجانات بلادنا الفئة المستهدفة بالدرجة الأولى هم الأسر المنتجة، وأنا أشوف ما شاء الله تنظيم الشباب الله يعطيهم العافية في الدارة وفي الحقيقة لا يعلى عليه، لا في ساحة السوق الخاص للأسر المنتجة ولا في الساحة الخارجية للقرية ولا في السوق سوق الدهنة. ممكن تمشيت معهم ولا أنا اليوم دخلت سوق الدهنة حتى بعد صورت أو غطيت تغطية بسيطة على سناب شات، شفت كمية الأسر اللي هو الأكلات الشعبية اللي هو القهوة والشاي، كذلك رحت للقرية ودخلت الأسر المنتجة أنا شفت الإقبال. يعني الإقبال هو النجاح بحد ذاته، إقبال على يعني أنا شفت المحلات كلها جميعا مؤجرة، الزباين كلهم جايين على المحلات. يعني أنا في اعتقادي لو يعني يوسعون في السنة القادمة أنا كذلك أقول في إقبال، وفي اعتقادي إنها مناطق المملكة لأني شفت أجنحة باسم حايل باسم عسير باسم الرياض، يعني أسر منتجة من جميع مناطق المملكة في هالمهرجان، فهذا بحد ذاته أنا أعتقد دعم للأسر المنتجة في المملكة العربية السعودية كافة. طيب أخوي سلطان، المهرجانات عادة ما شاء الله نشوف في مثل مهرجان الملك عبد العزيز من أكبر المهرجانات عندنا أكبر المهرجانات، جميع طبقات المجتمع مستفيدة، صاحب البقالة مستفيد، صاحب الحلال مستفيد، صاحب المطعم مستفيد، صاحب المطبخ مستفيد، أي نشاط شريف مستفيد صاحبه منه. أنا أقول إن نفس المهرجان طال عمرك في حركة، في كسب رزق، فيه سيولة للشركات، للشركات الكبرى، الشركات الصغرى، للأسر المنتجة، فهذا بحد ذاته دعم غير مباشر للمواطن، للمستهلك، المواطن سواء تاجر أو مستهلك. أنا شفنا فيها دعم هالمهرجانات هذه، وكذلك شفنا فيها يعني في بالفكرة في ناس يعني فكرتهم أخذوها منهم وشغلوها وحطوا فكرتهم ونجحت، فكلنا أنا في نظري مستفيد بجميع الطبقات. أنا أمانة أشكر كل شخص في هالمهرجان من إدارة المهرجان إلى زائر المهرجان، لأن شفت تعاون ما بين ملاك الأبل ما بين جمهورهم ما بين المرتادين للسوق، كلهم تعاون مع نجاح المهرجان، يعني تحس فيه ترابط بينهم وبين نجاح المهرجان. فأشكر بالطبع، أشكر دارة الملك عبد العزيز، بالطبع أشكر سمو سيدي ولي العهد على حرصه على نجاح المهرجان، وأشكر كذلك القائمين من إعلاميين من لجنة منظمة من جهات أمنية لا يخفيكم اللي يسوونه، وكذلك من زائرين المهرجان على تعاونهم في مساعدة تنظيم المهرجان ونجاحه. شكرا، والشكر بعد لكم أنتم يا المرقاب على في كل مكان نلقاكم، وإن شاء الله وافين ومغطين كل العلوم. الله يطول عمرك، واجب الله يطول عمرك، لا يشكر على واجب يقوم فيه. الله يبيض وجهكم طال عمرك. أنا خلوره دق للحرب الطبل. الله يحييك ويبيض وجهك على حضورك ومشاركتك، والحقيقة الحساب اللي قائم عليه يمثل المنطقة ويمثل ديرة من الحقيقة بلادنا اللي احنا نفتخر فيها، وانت بيض الله وجهك على قيامك على هالحساب، وشكرا الجمهور لهذا الحساب اللي الحقيقة قالوا ما ينزل إلا حاجة مفيدة وحاجة تستهدف فيها الاستهداف منها هو التطوير، ما استهدفت منها أشياء ثانية. الله يعافيك أخوي ثلاب وشكرا لك على كلامك الطيب، وهذا اللي يبغاه الجمهور. نعم يعني احنا نحمل رسالة وشيء يفيد الجمهور نسعى فيه. صحيح، أهم شيء انه تحت مرضات. صحيح، ولكن كل من حمل ديننا. نعم كل من حمل رسالة، انت حملت رسالة وان شاء الله نقول لك قد للأمانة اللي حملتها، وبيض الله وجهك على حملها الأمانة اللي كلفت فيها، انت تتكلم باسم منطقة
ما اتكلم باسم شخص معين ولا اتكلم نعم. واسمع الشباب قبل شوي يثنون عليك ويثنون الحقيقه على جهودك. ما يقصرون واللي نسوي احنا كله نبي نرضيهم بس. ابو ضيف الله طيب ان شاء الله نرضى. جيت المهرجان ودخلت المهرجان وشفت التنظيمات داخل المهرجان ابو خالد. والله المهرجان طيب نعم. ومكانه ومكانه صراحه ممتاز. نعم. الموقع الموقع والتسهيلات نعم. اللي عملت الموقع مناسب لاصحاب الحبل كجغرافيا ممتاز نعم. والتنظيمات اللي صارت في خلال شهرين هذا بحد ذاته انجاز نعم. حتى قناه رويترز نعم. يعني امس طلع التقرير نعم. انه كيف يعني في خلال شهرين قام هالعمل الجبار اللي سووه. صحيح. اداره الملك عبد العزيز تشكر صراحه الجهود اللي تسويها وتبذلها ونشوفها احنا. اخوي ابو خالد وش اللون من الابل اللي شجع اخوي ابو خالد؟ والله كلها محببه لكن الوضح. الوضح لها معزه خاصه عند ابو خالد. وبعدين حتى الوضح صار لها يعني صار اسبوع في الاسبوع الاجازه معناته ان الناس كلها محببه لها. نعم. والالوان الثانيه يعني الجميع يستويها لكن الوضح نعم هي اللي كاسبه. نعم. ابو خالد دخلت داخل سوق الدهنة ودخلت داخل القريه وشاهدت التنظيمات والاسر المستفيده من هالمهرجان، وش كلمك؟ احنا اول شيء نشكر الدارة نعم. اللي اول شيء خصصت جزء للأسر المنتجة يعرضون اللي عندهم او يعني يقدمون شيء يفيدون ويستفيدون نعم. والتنظيم اللي برا صراحة حتى يعني صار فيه مساحة كبيرة يعني من كبر المساحة الواحد يشوف يقول المهرجان فاضي. صحيح. هو مو فاضي لكن المساحة اللي بين السوق وبين العرض وبين الحراج نعم. يعني مساحة شو يخلي الواحد يقول السوق ما بيعمل. نعم صحيح. نعم. نعم نتمنى لك التوفيق وان شاء الله يكون ان شاء الله يكون خلال السنة الماضية السنة القادمة نعم. نعم. راح يكون يشوفون اللي شافوه الان نعم. وانبهروا منه راح يشوفون شيء اكبر واكبر. هذا ما توعدنا فيه اللجان يقدرون يسوون فيه شيء نعم. هذا ما توعدنا فيه اللجان ويقول راح تشوفون شيء اكبر واكبر واحنا واثقين بقدراتهم واثقين الحقيقه بامانتهم وبيض الله وجههم على ما قاموا به. اشكرك اخوي ثلاب الله يطول عمرك صراحه متواجد في كل شيء احنا عبر سناب الجمش لايف غطينا لك مره امسيه نعم. صارت الجمش نعم. في مركز الحيد اتوقع نعم. والعبل نعم. وانت ما شاء الله اعلامي ناجح ما عليك زود الله يطول عمرك احنا واجد متواجد في كل مكان والمرقاب يستاهلوا منك كل شيء ما عليك زود الله يطول عمرك ويسلمك رئيس هيستاهل صراحه كلمة حق من الداعمين أو شيء لأي خدمة إنسانية. أي الخدمة الإنسانية وبعدين للوطن صراحة شوهم متواجدين في المحافل كلها بيض الله وجه الشيخ مسعد بن سمار نقول الله يوفقك إن شاء الله وما قصرت. ايضا معنا اخونا الاعلامي نواف الحدبي. يا مرحبا حياك الله. الله يحييك. سعيد بتواجدك اخوي نواف الله يحييك. وانا سعيد كذلك وانا جاي لاخوي بدر بن مهل داعم ومشجع والله يوفقه يا رب والمهرجان ابشرك جدا رائع ومطور من جميع الجوانب. انا كنت في خيمه تعليل يمكن هذا المساء وتكلمنا عن اشياء كثيره تخص المهرجان تخص الحضور تخص التوقيت والبل والجوائز تحدثنا في أشياء كثيرة كلها إن شاء الله أنها مفيدة. بالنسبة أنا أعتبر مقامة المهرجان صراحة أستاذ ثلاب شيء معجزة يعني في وقت قصير جدا يعني شهرين صار فيه نقلة نوعية بشكل غير طبيعي كمهرجان منظم والله يبيض وجه ملكنا الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده ولي العهد اللي أقاموا المهرجان في وقت هبطت وأي وقت وجيز واختار الموقع المناسب لإقامة هذا المهرجان الكبير. كذلك لا أنسى أنه هذا المهرجان أدر على الأسر المنتجة كما قلت سالفا درع المنتج الأسرة استفاد منها أهل الحلال الإبل معروضات كلها وطنية سواعد وطنية شباب ترزقوه الحلال ترزقوا فيه أسعار الإبل صعدت بشكل ما تتوقع كانت أسعار الإبل قبل المهرجان والجائزة الملك عبد العزيز أخوي ثلاب كانت أسعارها هابطة الآن أبشرك أن الأسعار دبلت وصارت فيك
قوة شرائية وقوة سوقية وفي حراك اقتصادي واجتماعي ومن جميع طبقات المجتمع حاضرين. صحيح. حتى رأيت في المهرجان أخوي ثلاث وجوه من أوروبا من شرق آسيا زوار. صحيح. المهرجان. صحيح. هذا مهرجان إن شاء الله أنا أتوقع خلال السنوات القادمة يكون مهرجان عالمي على مستوى العالم. نعم. ونعكس الصورة الحقيقية. نعم. الصورة الحقيقية للمجتمع. نعم. السعودي. وبشرك أن المجتمع السعودي مجتمع مثقف. صحيح. واعي ومدرك، حتى المسيرات تلاحظ أنها مسيرات منظمة. صحيح. وجميلة. نعم. كل جميع ملاك الإبل. نعم. والمشاركين سواء في الجمع أو في البلديات كلهم ولله الحمد متبعين للأنظمة والقوانين. نعم. متساعدين مع رجال الأمن مع رجال الأمن تحت. نعم. راية واحدة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. نعم. الله موالين لوطنهم موالين لملكهم محافظين على مكتسبات الوطن. صحيح. ولله الحمد أن في خير وفي نعمة. نعم. والشكر لله سبحانه وتعالى ثم لولاة الأمر. آمين آمين الله يعطيك العافية. وأشكر لك يا أستاذي ثلاب على الاستضافة وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لأخونا بدر بن مهر الدلبعي أن يوفقه في منقيته. آمين إن شاء الله. ويوفق الجميع والمشاركين. نعم جميع المشاركين يتشاركون يتنافسون في منافسة شريفة وهم على قلب واحد وعلى وتيرة واحدة. وأنا شاهدت الكثير من ملاك الإبل يجي يرتب حلال ويرتب حلال رفيزه معه اللي هو تنفسه وياه ويزوره. نعم. وزد على ذلك يرتبون حلالهم سوا. إيه. وزد على ذلك في المخيمات الجانبية. نعم. أنا زرت مخيمات من جميع القبائل. صحيح. صراحة تلقى كل يثني على القبيلة الأخرى، كل يدعم وكل حتى الحلال. هذا التلاحم بين المجتمع. نعم تلاحم بين المجتمع الخليجي ومجتمع السعودي، مجتمع الخليج كله هذا التلاحم والترابط اللي بينهم. حتى أخوي ذلاب فيه بعد شيء صراحة محبب. نعم. إن نبارك لصاحب المنقية المميزة. صحيح. وحتى الجمهور واعي الآن الجمهور. نعم. واعي من غير واللجنة المنظمة ودارة الملك عبد العزيز والإخوان الإعلاميين. نعم. صراحة يقومون بجهد يشكرون عليه رجال الأمن. صحيح. صراحة شيء فوق الخيال. صراحة يعني هم الحقيقة هم اللي يتعبون، ما هو إحنا الإعلاميين اللي يتعبون، رجال الأمن هم اللي واقفين من الصباح لين غيبة الشمس، ما هو اللي الساعة 10 في الليل معنا وفي الليل يبدأ زام ثاني واقفين الليل والنهار. الله يعطيهم العافية. ندعمهم حنا. وحنا ندعمهم ومعهم قلبا وقالبا، لكن هم أساس كل شيء. أكيد. الأمن هو أساس كل شيء فيه. حتى بهالمناسبة هذا. نعم. أنا شيء يعني طاري رجال الأمن حرسنا في الحد الجنوب. صراحة. نعم. لهم حق كبير علينا كمجتمع. نعم صحيح. وهم تاج روسنا. صحيح. وحنا ندعمهم بالدعاء. نعم. والوقفة وكل شيء. صحيح. وعندنا مسلمات كمجتمع يا اخوي ثلاب. نعم. اي ديننا ملكنا وطننا. صحيح. هذه خطوط حمر ما نتجاوزها نهائيا. صحيح. نعم نعم, نعم صحيح. والحمد لله احنا في امن وامان وخير وبلد اسلامي. نعم. والحمد لله مجتمع راقي ومحترم. نعم. وبيض الله وجه الجميع على مشاركته ودعمه. ونسأل الله التوفيق للجميع. الله يحييك طول بعمرك ويعطيك العافية أخوي. الله يبارك. الله يجزاك خير. شكرا لك. I'm
وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم أهل المزاين، انتظرونا في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية.